حفيد جود مقيم الديار الإنجليزية بالضبط في لندن، وأنا من الأصول يعني مغربي الحمد لله. كبرت هنا في المغرب حتى كانت عندي 16 سنة ونص، وعاد سافرت لأوروب وكندير هذه الألعاب، يعني ألعاب الخفة أو ألعاب السحرية، هذه لمدة أكثر من 20 سنة. والحمد لله يعني سيتا هذا الفن كيعجبني ملي كنت صغير أصلا في المغرب، ولكن ما بديتو حتى مشيت لأوروب اللي لقيت يعني كاين المدارس، كاين بزاف ديال الحوايج. ميم عندنا الحمد لله المدارس ديال التياتر، وخصنا نديرو غير المدارس ديال لا ماشي هما اللي خصهم يتزادوا ان شاء الله. بالنسبه لك جيتي المغرب باش تعطي شي حاجه، باش دير برامج؟ لا ان شاء الله، حنا في طور كان فيلمي واحد البرنامج اللي غادي يكون ان شاء الله في رمضان في لاشين يوتيوب ديالي حفيد جود. هو يعني سي ان كونسيبت غيكون مع لي جوور دو فوت، وغنحاولوا نخرجوا منهم داك، نشوفوهم في داك لو مومون كيفاش غادي رياجيو مع هاد لي تور دو ماجي، واش غيتخلعوا واش ما يتخلعوش. ولكن اللي نقول الناس انهم يتمنى انهم يستمتعوا بهاد لي كابسول، ويشاركونا يعني باش ما داك لو كوتي لو روتور لو فيدباك ديالهم كيهمنا بزاف. وجوستومون هذا سي جوست اون ايتاب بالنسبه غادي تزيد انك تنشر هذا الفن اكثر. علاش؟ لان خاصنا يكونوا عندنا مدارس، حيت كاين عندنا المدارس ديال السيرك على ما اظن في الرباط، ما نكرهوش انها تكون في جميع المدن الكبرى زعما، حيت كيكون ليكول دو سيرك كيكون فيها شي لا ماجي، ولكن ما نكرهوش انها تكون ايكول ديال لا ماجي مختصه يعني في لا ماجي، اللي تعلم وتاثر الدراري اللي كيعجبهم هذا الفن هذا ويخدموا فيه مزيان. بالنسبه للجوائز اللي خديتي، خديتي ديجا الجوائز في الوقت؟ الحمد لله خديت جوائز، يعني هذه واحد 12 او 13 سنه كنشاركوا في دوك كيما كيقولوا لي كونكور انترناسيونو، كو سوا في لا بلجيك، يعني خديت الشامبيونا تمايا في لا بلجيك سيتي اون 2010، يسابلي رويال ماجيك دريم، في فينيس الحمد لله، في فرنسا، في لا سويس، يعني كانوا بزاف ديال هذوك كيسميهم لي كونكور. علاش؟ لانك الحمد لله تو ريبريزونتون بي، هذه الجهه انك يقولوا مثلا لو ماجيسيان ماروكان، يعني في الكونكور ديجا ما كيقولوا لو ماجيسيان ماروكان، ما كيقولوش لو نون ديجا دو لارسيس، حتى لو نون دارسيس كيقولوا حتى الاخر. دونك الحمد لله سي اون فيغتي اولا، وكتشوف داك لي تور اللي انت كدير شنو هو كيفاش الناس كيتجاوبوا معاهم، لانك تكون كيكونوا دي بروفيسيونيل هما اللي كينوتيو، وباش مزيانه كيديروا حتى واحد البيبليك حتى هو عنده ان فوت، يعني البيبليك كامل عنده ان فوت، ولكن كيكونوا لي بروفيسيون جوستومون بور ايفالوي زعما هذاك لو تور واش الحمد لله كديرهم باش quelque part tu prouves يعني au magicien que tu es vraiment bon. اما بالنسبه للناس يعني العاديين يعني لا بلوبار ديال تا غيان ابروفي زعما، انا بالنسبه لي كتمشي خاص تكون ناتورال سبونتاني مع الناس، وتشارك معهم داك لو مومون اللي كتضحك فيهم وتخليهم شويه الحلم، يعني ان بو دو رايف. بالنسبه للمغرب كيشجع الماجيك او هذه الالعاب؟ هو كاين تخوف بالنسبه للناس، هذا هو اللي كان يعني جيتو ممكن نخدموا عليه، كنقول لهم ما احيدوا داك التخوف، حتى هو راه فن كالفنون الاخرى، يعني ما كاين حتى شي فرق، بلا ما تخافوا بلا ما تخلعوا، راه غير العاب سحريه وما في يعني ما كونوا هانين، يعني نعسوا على يديكم اليمنيه ولا على يديكم اليسريه، كلش كونوا هانين، يعني ما كاين حتى شي ما يتخلعوش، ويعني وتلقوا كي سوا ناتوريل زعما. نتمنى ان شاء الله البروجي اللي غادي يدوز ان شاء الله في هاد لي كابسول في لاشين يوتيوب ديالي في رمضان انه ينال الاعجاب ديالكم، وزعما باش نقول جيسبر فريمون جيسبر او فون دو كور كو سا فا لور بلير ويعجبهم داكشي، وانه يقدر ان كيما يقولوا نجر ربما تعطي فكره للناس الدراري باغوا يبداو هذا الفن وتو يمشيو فيه حتى هما. الله يودي علاش، سا سي لا ميور دي شوز جوستومون.